مع الوكالة الحضارية هناك جريمات، يعني بمعنى آخر في الوقت اللي قاعد الأولى ديال غش المحاور الوحيد والأحد الذي كان يحاورنا وهو رئيس اللجنة، اليوم أصبحنا أننا نحاول يعني مديرة الوكالة الحضارية هناك وزارة الوكالة بخلفياتها وبمنطقها وبتعسفها الذي مارسته علينا منذ أن يعني تم الانتخابات 2015 إلى يومنا هذا، وهذا أمر معتاد وهذا أمر مرفوض، هذا أمر مرفوض. فكنا كنا كنتوجهوا يعني بسلطاتها التعسفية مرة أخرى. ورغم ذلك وكنا السيد رئيس اللجنة نحن جئنا ميسرين ولم نأتي معسرين، مشينا في إطار التيسير وكذا نحاول نتوافقوا، توافقنا على واحد المجموعة من الأمور، ولكن إشكال طرحي هذه التوجهات الاستراتيجية، أنتم اللي كانت عندكم عليها يعني أو كان عندكم فيها رأي، لا في اللجنة ولا في الدورة، وأنتم كتعرفوا واحد النقطة أساسية، هذا الدورة كلكم أنتم عاتبتونا علاش المديرة ما تجيش توضح لنا، وكنا غنحلوا بزاف ديال المشاكل، أنتم كنتوا كتقولوا علاش المديرة ما تجيش توضح لنا، والمديرة كانت رافعة أنها تأتي إلى المجلس من أجل التوضيح لسبب بسيط جدا لأنها لا تعترف بهذه المؤسسة الدستورية. فالذي وقع ما يمشي لتما، إذا ما كانش عندهم رأي هنا ما كانش خاصو يكون عندهم رأي هناك، خاص تكون الرأي ديال رئيس اللجنة المركزية باش يحسب في الخلافات التي اختلفنا حولها. لكن العكس هو الذي وقع، وعشنا يعني عشنا واحد الأيام مريرة جدا، وغادي نقول لكم يعني لدرجة أننا انسحبنا البارح الصباح انسحاب كالبارح الصباح في مشروع كبير، بعد أقل من المشروع الكبير كانت عندنا مشاكل عندها علاقة، أنا أعطيكم غير مشكل واحد، تنجو تقول لهم اليوم هنا تنصاوبوا الكورنيش بالملايير ديال السنتيمات، تعاونوا معنا على أساس باش تواجه هذه الكورنيش تكون لائقة بهذا الكورنيش، تكون لائقة وأعطينا حلول ممكنة وتحكم فيها مقدور عليها، كلها وجهت بالرفض. ومن اللي كيبغيو يدير معنا هما شي حل، يعني شي حل باش نحلوا المشكل ديال الواجهه ديال الكورنيش، كيجيبوا لي جميع المعيقات التي يستحيل واخا 40 سنه ما تمكن تهيئ الواجهه للمقابله الكورنيش ديال الامونيا. مشينا للمشكل ديال المنطقه الصناعيه، فكيناه جزئيا في الضابطه ديال التعمير، ولكن على مستوى الواجهه ديال البناء الغير في البناء الممنوع، يعني دايرين فيه ممنوع البناء، حنا قلنا لابد خاص يكون واحد تعيين ديال ممنوع البناء، نعم ولكن اللي فيه مؤهله ونتمينا هذه المنطقه خاصنا لابد ندير لها واحد التسميه معينه عندها علاقه بالترفيه باش يبقى الباب مفتوح لنا. ولكن رغم ذلك كان تعسف فيها وشدت لنا ساعات طوال في النقاش ديالها، انتقلنا الى مشروع عنده بعد اجتماعي، وهذا هو الذي تشجر الوضع، عنده بعد اجتماعي وفيه مسؤوليه وفيه محضر موقع وموضوع اللي السيد عامل كان تبعو شخصيا، درنا في لقاءات متعدده مع العمر مع المفتشيه المحليه التابعه للمفتشيه الجهويه ديال السكنه والتعمير وسياسه المدينه والجماعه، ورغم ذلك وصلنا الى نتائج مهمه جدا اننا نحل الاشكاليات الحقيقيه. وانتم تتعرفوا من اكبر هذه الاشكاليات هو هذا الشطر الاخير ديال فلسطين. هذه المحاضر للمحيطه جميع الاطراف بمشروع معين غنفكوا عزيز اليهودي، غنفكوا على مشاكل اللي كاينه في الكورس، على مشاكل في المدينه القديمه، في بياضه، في جريفات، جميع المناطق اللي هي عندها وضعيه حساسه، وكان انسحاب الطرف من داخل اللجنه، كان انسحاب، ثم عاوتاني عدلنا على راينا، وعاوتاني رجعنا، هنا يمكن هنا نتعاونوا ونمشيو بعيد، قال لك هذا الوصفي اللي حنا عندنا فيه وعود مع المواطنين اللي حلينا اشكالات كبرى، اشكالات بنيويه ماشي اشكالات عاديه، طريق دي زمن هنا طريق دي زمن هنا، لا هذا اللي حلينا مشكل كبير جدا، عاود ثاني جينا ورجعنا وناقشنا وكذا الى اخره، وبقى واقفين عند هذه
وخرجنا ومشينا في حالاتنا وخرج معنا السيد رئيس اللجنه خرج معنا رئيس شارع النخل هذيك المديريه موجوده امام شارع النخل وتناقشنا واحد ثلث ساعه ونص ساعه وعاود ثاني ورجعنا وضغطنا وقلنا على اساس باش نيسروا حنا كنا كيف ما قلت لكم قبل قليل ميسرين ومشينا ورجعنا وقلنا في العشيه غادي نكملوا على اساس اننا ما غاديش نناقشوا هذا الموضوع هذا ونرجعوا للمواضيع الوقوفه الاولى علاش نقول لكم المنهجيه وتعرفوا الحيثيات والسياقات العامه ديال انسحاب اللجنه وعاود رجعنا في العشيه وجدوا لنا نفس الدوسي قلنا لهم خلوا هذا الدوسي هذا ونرجعوا نحلوا المشاكل اللي بقات عريضه ومن بعد نشوفوا شي طريقه معينه باش نعاودوا المشاكل فيه قال لك هو اللي هذا الدوسي هو اللي بقينا ديال واحد الساعه ولا ساعه شوفوا المعاناه ديال العين باش نطلعوا في الاخر رجعنا للدوسي اللي كنا باقي ما قسمناش فيها نهائيا بدينا في الكاتراتيو في الدوسي ملي كان الكاتراتيو في الدوسي المشكل ديالنا في الدوسي اللي كان السي بن علي السي رئيس اللجنه الاول ما حسمش معنا فيهم ولكن وصل معنا 70-80% ديال الحلول اول بوسط قلنا وصلنا 70% ديال الحلول ولكن رئاسة اللجنة العتاد للأسف رجعت معنا نقطة الصفر هذا العدد هذا رجع معنا النقطة ديال الصفر وملي بغينا نوصل ديك 80% كل مرة تيقول لنا عرقلة 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 إلى درجة أننا تبلوكينا قلنا لهم هذا العدد وكنا مضطرين أننا لكي ننسحب هذا الذي وقع وكنعاود نأكد مرة أخرى اللجنة لا يمكنها إلا أن تدافع عن مصلحة المدينة وأنتم تعرفون جيدا هذا تعرفونه جيدا بغض النظر على 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 المواقف وكذا إلى آخره ولا يمكننا أن نقول إلا داك الشيء اللي أنتم اتفقتوا عليه هنا داك الشيء اللي اتفقنا عليه هنا إلا كان شيء توجه كبير شي زونين إحنا داك الشيء اللي اتفقنا عليه شي زون بدلناه ولا كذا هذا هو الأمر اللي كيبين بأن واش كاين شي اختلاف ولا لا وكونوا متأكدين إن شاء الله تعالى سنبقى مستمرين على هذه الوجهة يعني مدافعين على مصلحة المدينة وليس شيئا آخر مهما كان